في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك شيع المواطنون الفلسطينيون جثمان الشهيد عبد الله غيث 16 عاما من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والذي استشهد برصاص جيش الاحتلال في منطقة وادي الحمص قرب بيت لحم خلال محاولته الدخول إلى مدينة القدس المحتلة. وكان شاب فلسطيني آخر قد أصيب في بطنه وصفت جراحه بالخطيرة، فيما أصيب العشرات بالاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقت على الذين حاولوا الدخول إلى القدس المحتلة. قعد بده يقطع في الشيك ما قدرش، بده ينط. قلت له ارجع، ما رضى يرجع، بده يصلي. قام نط له، شمط شمطتين، هو احنا فكرنا مطاطه يعني، اجت واحده في قلبه هون على القلب دغري يعني، واحدة برجله، بعدها مشى 10 خطوات لهو وقع واستشهد يعني على المطرح. أنو عيد وأنو ليلة قدير، جرحوا قلبنا، مزعوا كبنا. راح يصلي، مطاط، غاز، ما حامل سلاح عاد بقتل، ما بيسوي إشي. حسبنا بالله ونعم الوكيل. وعند حاجز بيت لحم منعت قوات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة وإحياء ليلة القدر. فالكبار منعوا قبل الصغار، أي أنه لا يوجد أي نوع من التسهيلات التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال. نقدم بعود رجعونا، تبهدلنا والدنيا نار، يعني مش قادرين نتحمل الوضع يعني. شو نسوي؟ وممنوع الحين، فيش من مرة وانتهى، خلص الوقت، ما ظلش وقت للصلاة يعني كلها نص ساعة ظلت وانتهى يعني لو نفوت ما نستفيدش حاجة. وشهدت معظم الحواجز العسكرية الإسرائيلية تشديدات أمنية معقدة في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال مطاردة الفلسطينيين في مختلف المناطق المؤدية إلى القدس المحتلة، فقتلت طفلا وأصابت آخرين. تستمر جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بشكل عام، فأي فلسطيني يمكن أن يتعرض لإطلاق نار في أي لحظة دون حسيب أو رقيب قد يردع الاحتلال. رائد الشريف الغد، الخليل، فلسطين.